سيد علاء، رح نعرض عليك تصريح للنائب عدنان الزرفي وهو رئيس حركة الوفاء العراقية، نتابع. القوى السياسية شاهدت ما حدث في تشرين، وربما يكون أيضا المرحلة القادمة إذا أخفقت الحكومة القادمة في برنامجها الحكومي ولم تستطع أن تحتوي الجمهور، كي راح تصير تداعيات ربما أكثر من تداعيات السابقة. إذا أخفقت. إحنا اليوم نبحث عن النجاح. إحنا لازم نفكر شلون ننقذ النظام السياسي، شلون ننقذ الوضع السياسي بالعراق. سيد علاء، مثل ما تابعنا سيد الزرفي حذر القوى السياسية من تداعيات احتجاجية أكبر من تداعيات تشرين السابقة إذا ما فشت الحكومة المقبلة، برأيك ما هو السيناريو المتوقع بحال اندلع احتجاج أكبر على غرار تشرين بالدورة البرلمانية المقبلة؟ هل يتحمل النظام السياسي تكرار ما حدث ب 2018؟ ست فاطمة، أعتقد كل الأحزاب أو النظام السياسي عرف حجم ما حدث إليه في 2018، مو فقط في 2018 وإنما ما حدث من 2003 إلى يومنا هذا. والدكتور عدنان الزرفي بتصريحه هذا رجل مشخص الخلل ويعرف ما راح يحدث مستقبلا، وكذلك كثير من الشعب العراقي لن يصبر على الضيم والظلم اللي دا يشوفه الآن من هدر الأموال، ضياع لمستقبل الشباب. اليوم أنا في رأيي الشخصي لو حقيقة أنه الأحزاب الآن الساعية للانتخابات والفوز بمقاعد أكبر، يجب أن يعوا أن هذه الدورة سوف يكون فيها مسؤولية كبيرة أمام المواطن العراقي، وسوف يتم محاسبتهم أشد المحاسبة، ولا يتصوروا أن المقعد البرلماني السابق اللي من 2003 إلى 2018 سوف يكون مقعد تشريفي، بل سوف يكون مقعد تكليفي، وإذا لم يكن مقعد تكليفي فأعتقد سوف يكون مصير النظام السياسي القادم يعني لا يحسد عقبه. فلذلك الدكتور وحركة الوفاء أصرت على الدخول في عملية انتخابية من أجل تصحيح أخطاء النظام السياسي وما أجرى عليه من أتباع من هدر لضياع الأموال، قتل الشعب العراقي، اللي يفترض تحويل المواطن بها. العراقي من مواطن يسعى لبناء مستقبل لأهله وأولاده في شراء منزل، وأصبحنا نتسابق على شراء القبور بدل شراء المنازل. نعم ست فاطمة، عفوا. شنو أهم الأخطاء اللي تحدثت عنها اللي من المهم المباشرة بتصحيحها؟ أولا منع السلاح المنفلت، لأن هذا السلاح المنفلت هاي مشكلة ست فاطمة. يعني حتى الاستثمارات الأعمال اللي يتم في العراق من بناء من كذا ممكن تتعرض إلى التهديد. ثانيا الموضوع الثاني هو الاقتصاد. الاقتصاد اليوم هو هوية الدولة، في أي دولة هوية الاقتصاد. اليابان اليوم بمن قوتها؟ قوتها بعلمها واقتصادها. اليوم من نجي إلى دولة قطر، قطر هي يمكن دولة شقيقة تعدادها ما يتجاوز تعداد محافظة البصرة ومساحة البصرة، لكن اليوم الجواز القطري هل يتعدى جواز حتى الأوروبي؟ تمثيل السياسي أكثر من تمثيل دول أخرى مثل العراق. إحنا السبب الاقتصاد، هذا شيء معروف. تذكرين حضرتك بالسبعينات كان الدينار العراقي مقابل 3 دولارات و33 سنت، كان الدينار العراقي يساوي دينار و100 كويتي، كان التمثيل العراقي أقوى وسلطة العراق أكثر. وحتى هذا الموضوع الاقتصاد يعطي للعراق حصانة دولية وأيضا تطور في علاقات السياسية مع دول الجوار، مع الدول الأخرى، والسعي لبناء عراق صحيح حتى يعيد للمواطن هيبته. اليوم الجواز العراقي أصبح مو أسوأ، قبل أسوأ ثاني جواز. شنو السبب؟ اليوم الجواز يقيم من خلال الاقتصاد. ولو كان النظام السياسي من 2003 إلى 2018 عملوا على أنه يتوحدون في الرؤى
ويسعون لبناء العراق بشكل صحيح وفتح الاستثمارات والمشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ودعم الزراعة وبناء السدود وتنظيم العلاقات السياسية، لما وصلنا إلى هذه الحالة. لذلك هذه كلهن تشملهن الاقتصاد. اليوم الاقتصاد هو العصب الحي للبلد، هو من يرجع حيبة البلد. فأنا نصيحة مني إلى كل المكونات اللي ساعية للوصول للانتخابات أو إلى قبة البرلمان، يجب أن يكون هدفهم بناء العراق وإرجاع حقوق المواطن العراقي اللي كان يتوقع بعد سقوط النظام البائد أنه راح يشوفون خير، ولكن للأسف لحد الآن ماكو فقط رائحة الموت تنتشر في أزقة المحافظات.